السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور دلا فيديو غادي نحضروا طرطة رائعة جدا سهلة التحضير. مكونات ديالها بساط بساط جدا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الاقتصاديين بدون فرط بنكهة الحامض أي ليمون. تبعوا معي الفيديو إلى الآخر وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط والتعليق ديالكم طبيعة الحال البنائين واللي أول مرة كينضم لقناتي مرحبا به ويفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. شكرا لكم المتابعة وكملوا معي الفيديو إلى الآخر ونبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما المقادير ومكونات بساطة جدا كنظن في متناول الجميع. كنحتاج هنايا نصف كأس من الحامض أي عصير ليمون، عصير ليمون البرتقال، يعني خديت الليمون الحامض وعصرته. أنا احتاجيت جوج حامضات يعني بهذا الحجم هذا، ممكن ديروا حامضة وحدة كبيرة تعطيكم نصف كأس من عبار كأس ديال العنبة من عصير الحامض. ثم كنحتاج هنايا 3 ديال الكؤوس من عبار كأس ديال العنبة، 3 الكؤوس من الماء. كأس ديال عبار العنبة كيحتاج فيه 150 مليلتر، العبار ديالو 150 مليلتر. وكنحتاج هنا بطبيعة الحال 3 ديال المعالق يكونوا عامرين يعني مملوئين جيدا من لا كريم باتيسري بودرة، او ممكن تعوضوه بالنشا اي طحين الذرة مايزينا ممكن تعوضوه بالنشا. ثم عندي هنايا 3 او 6 ديال المعالق ديال السكر حسب الذوق، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا، انا درت 6 ديال المعالق ديال السكر. وعندي هنايا 6 ديال قطع من شوكولاته بيضاء، وعندي واحد ياغورت ديال الفلون راه معروف داني ديال الفلون فلو كاراميل. وكنحتاج هنا 4 حتى 5 ديال لي بيسكوي لي شربي الشاي ديال الدرهم راهم معروفين. انا احتاجيت هنا 4، ممكن تحتاجوا من 4 حتى 5 على حسب المول او الاطار اللي غتخدموا فيه التورته ديالكم. عندي هنايا الحامضه اللي كنت عصرت حكيتها في حكاكه وخديت البشر ديالها غير الفوق ديالها، يعني حكيت غير فوق ديال الحامضه خديت غير البشر ديالها 8 معلقه صغيره من الحامض. نمروا العمليه المواليه، كناخذوا البسكوي ديالنا وكنديروه في المولينكس اي الخلاط الكهربائي وكنطحنوه جيدا حتى كيولي بحال الطحين، واللي ما توفرتش عنده المولينكس او الخلاط الكهربائي ممكن نخليه البسكوي في يعني في القابسه ديالو في الكاغي ديالو ويضربوا جيدا بالمدلك حتى كيحصل على بحال هذا القوام هذا يكون مطحون جيدا. كناخذ واحد ياغورت ديال الفلون بالكراميل وكنضيفوا الخليط وكنخلط الكل جيدا حتى يتمزج ليا بسكوي مع فلون كراميل. ممكن ديروا الزبده، اللي غيدير الزبده مذابه بلاصه فلون كراميل غيحتاج نصف كاس من الزبده مذابه من عبار العنبه. كيف ما كتشاهدوا بعد ما خلطت الكل جيدا كناخذ المول ديالي اللي غادي نخدم فيه لا طارت وكندهنوا بقليل من الزيت باش نتجنب التصاق. انا عندي هذا المول هذا اللي كيترفع من الاسفل، ممكن ديروه مستطيل او دائري حسب المتوفر عندكم. انا غنفرغ الكل وغادي نحاول نبسطو بيدي، انا غندهن يدي بقليل من الزيت باش ما يلتصقش ليا لان البسكوي فيه داك داني ديال الفلون كيلتصق شيئا ما في يدي. غادي ناخذ قليل من الزيت وغنحاول نبسط الكل جيدا. كيف ما كتشاهدوا معايا راه الطريقه سهله جدا، واللي ما عندوش هذا المول اللي كيترفع من الاسفل ممكن تستعينوا بالمول اللي كيكون كيتحل من الجناب ديال الكيك وتبسطوا فيه هذا الخليط وتطلعوا مع الجناب واحد شويه واحد شويه بالاصبع ديالكم دوروا على الجوانب ديال المول. كيف ما درت انايا دابا طلعت على الجوانب ديال المول اللي عندي، ثم كنستعين بواحد الكاس وكندير بحال المدلك باش يجيني السمك ديالو مقاد ما تجي جهه غليظه وجهه رقيقه. كنستعين بهذا الكاس وكنحاول نبسط الكل جيدا وكنضغط حتى على الجوانب بالاصبع ديالي. هنا دا بعد ما كملتو كيف ما كتشاهدوا راه كيطلع بسهوله هذا المول، اللي عنده هذا المول اللي كيترفع من الاسفل كان احسن. نمروا الان باش نحضروا الكريمه ديالنا سهله جدا. انا خديت داك نص كاس ديال الحامض وضفت معاه 3 كيسان ديال الماء وزدت ليهم 3 معالق السكر وداك البشره ديال الليمون باش داك البشره ديال الليمون تزيد تطلق النكهه ديالها. ثم ضفت زدت ضفت 3 ديال المعالق اخرين ديال السكر، يعني في المجموع السكر درت 6 ديال المعالق ديال السكر. ثم كنضيف 3 المعالق كبار مملوئين جيدا من
كريم باتيسري وكنحرك الكل جيدا وكنوضعو على نار مهيله مع التحريك المستمر ما نتوقفش على نار مهيله حتى كنحصل على واحد الكريمه عاقده شيئا ما كيف ما كتشاهدوا كنحصل على هذه الكريمه هذه. ثم كنضيف 6 ديال القطع من الشوكولاته بيضاء وكنحرك جيدا. بالنسبه للناس اللي ما توفرتش عندهم شوكولاته بيضاء ممكن يستعينوا بواحد ياغورت يكون كريمي باي كاك يفضلوا غير يكون كريمي ما يكونش عاقد. محد الكريمه باقا سخونه مجرد ما كنرفعها من النار كنضيف ليها داك 6 القطع ديال الشوكولاته وكنحرك جيدا حتى تذوب ليا كل هذاك الشوكولاته كيف ما كتشاهدوا. على فكره هاد الكريمه اللي فيها الحامض والشوكولاته بيضاء كتجي من ألد ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا جبت السيرك اللي خدمت فيه لاباط ديالنا ديال البيسكوي وكنوزع فيها هاد الخليط ديال الكريمه. على العموم راه كتكفي يعني كل هالقياس اللي خدمت به ما كيشيط منه حتى حاجه كله كيكفي يعني عندي تقريبا نصف لتر من هاد السائل ديال الكريمه. انا غادي نخليها فوق سطح العمل عفوا لمده واحد 5 ديال الدقائق حتى ما تبقاش فيها داك السخونيه ديال الكريمه. عاد كنوضعها في الثلاجه لمده ساعه كامله حتى كتعقد معايا الكريمه. انا ناخذ واحد الكيغدو وغنحيد واحد الفقاعات كيكونوا يعني ملي كنصب الكريمه كيخرجوا واحد الفقاعات معليش غادي نحيدهم باش يكون عندي السطح ديال لاطاغ ديالي يكون الشكل ديالو منظر ديالو جميل واملس. كنحيدهم بهاد الكيغدو ثم كنخليها 5 ديال الدقائق عاد كنوضعها في الثلاجه لمده ساعه كامله حتى كتعقد معايا هاد الكريمه ديال الحامض عاد باش نزينوها ان شاء الله. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار زينوها باش ما بغيتو. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما جمدات يعني صافي تماسكات ليا الكريمه كنحيدها من داك السيركل بكل سهوله. كما كتشاهدوا معايا كيجي المنظر ديالو في الجوانب رائع. هاد السيركل كاين فيه الدائري فيه المربع فيه المستطيل والثمن ديالو راه في متناول الجميع وسهل في التحضير ديالها بالنسبه لهاد لي طارط وكنصيبو به لي بيتزات وكلشي. كيف ما كتشاهدوا معايا التزيين كيبقى اختياري وتزيين في متناول الجميع بداكشي اللي عندكم. ممكن ديروا ياغورت ديال الشوكولاته ممكن ديروا ياغورت عادي وديروه في بلاستيكه وتشكلوا خطوط عشوائيين او ديروا لوز ايفيلي محمر اي حاجه ممكن تزينوا بها هاد التورته ديالكم. انا فضلت نزينها بشرائح من الحامض لان التورته ديالنا بنكهه الحامض قطعت شرائح ديال الحامض ثم كندير ليها خطوط بجوز الهند اي الكوك. ممكن ديروا فيرميسيل شوكولا ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم ممكن تخليوها كما هي. المهم هو المذاق ديالها كيجي رائع جدا. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. فيها واحد مذاق ولا اروع مع البسكوي فيه داك دانيت ديال الكراميل مع الكريمه ديالنا فيها شوكولاته بيضاء وعصير الليمون كتجي رائعه واحد المزيج ديال النكهات والمذاق ديالها يعني خطير ما نقول لكمش لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه هي المرحله ديال التزيين بسيطه جدا وكنظن في متناول الجميع غير مكلفه لا في التزيين ديالها ولا في التحضير ديالها. انا زينتها غير بشرائح ديال الحامض او الليمون الاخضر والاصفر ودرت ليها يعني خطوط بالكوك اي جوز الهند. كيف ما كتعرفوا الحامض كيتواتى معاه الكوك يعني كيجي في المذاق ديالو مناسب عليها انا فضلت نزينها بالكوك. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنقطعها كتجي رطبه وكتذوب في الفم يعني مذاق رائع جدا. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. راها ساهله في التحضير ديالها ما يمكنش نقولوا صيبتها وما نجحتش معايا لان المقادير ديالها واضحين وبساط في الطريقه ديال التحضير ديالها غير معقده. اي وحده مبتدئه ممكن تصيب هاد التورته وهي تايقه في راسها غير ضبط المقادير يكونوا مضبوطين ديال الكريمه. يعني الا كنتي غديريها في مول كبير غادي تدوبلي بطبيعه الحال غادي تدوبلي المقادير ديال الكريمه والدوبلي البسكوي بطبيعه الحال. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنتناولها امامكم كتجي رطبه ورائعه جدا. تمنينا الاعجابكم لفيديو ديال اليوم وشكرا لكم المتابعه وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط وبتعليق ديالكم البنائين. وشكرا لكم متابعه وبصحه وراحه ودمتم في رعايه الله ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه.